لغايه كام؟ انا مش بتبدا لان ده في الاول في الاخر ده مشروع اسكان شباب، ولكن انا ما بحبش اقول اسكان شباب او اسكان اجتماعي لان انا عامل المشروع كله تجهيزاته الفينشنج بتاعه كله الترا مودرن سواء بره او جوه، يعني بره الامارات او من جوه الشقه نفسها. انا بحب بس اقول عليه هو حاجه كانها استثماري، مشروع استثماري، ولكن هو في الاول في الاخر هو اسكان شباب. بس فالمساحات عندي هي مساحه واحده في البروجكت كله، هو البروجكت 1200 يونت، المساحات عندي مساحه واحده 80 متر. تمام. والسعر بيلعب افريج من 490 500. طبعا تقسيط بقى وزيرو داون بيمنت اوفر معرض حاجات كده كتير يعني.